بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا على تليفون الاستاذ سيف الوزير رئيس مجلس اداره شركه استادات والعضو المنتدب. الف الف مبروك يا استاذ سيف. الف مبروك يا كابتن ايمن، مبروك ثالث عالم. الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لحضرتك تولي المنصب الجديد. الله يبارك فيك، الله يبارك في حضرتك. قول لي بقى عن اللي جاي ان شاء الله للنادي الاهلي وللقناه. طيب، هو طبعا بالنيابه عني وعن جميع العاملين بشركه استادات، احب اهنئ رئيس مجلس الاداره طبعا كابتن محمود وجميع اعضاء المجلس وجميع اللاعبين والجهاز الفني، وطبعا جميع اعضاء يعني الجمعيه العموميه وجمهور النادي طبعا قبل كل دول، وخصوصا اللي كان عنده النهارده فرصه بصراحه وحسدناه كلنا وهو بيشجع النادي من الاستاد. الف الف مبروك ان شاء الله باذن الله. اللي جاي في خطط تطويريه كتيره جدا، وخصوصا طبعا يعني هم حمسونا اكثر بعد اللي عملوه النهارده، واحب اشكركم واشكر جميع العاملين في القناه على المجهود الرائع اللي انتم بتقدموه، ويعني كنت بتمنى كده ان كان يكون وشي حلو وانا لسه جاي، والحمد لله حصل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. تحب تقول ايه حضرتك بقى للنادي الاهلي والجماهير؟ عشان الماتش ولا عامه؟ عامه بصفه عامه. لا، مفيش، يعني احب اقول ان شاء الله باذن الله احنا مستمرين في المسيره اللي كانت عاملها الشركه، ملتزمين بكل ما جاء في التعاقدات اللي ما بيننا وبين بعض ان شاء الله، وهنبتدي ندرس في الاستراتيجيات اللي جايه عن تعزيز وتطوير العلاقه دي للافضل باذن الله. الف شكر يا فندم، ومتشكرين جدا الاستاذ سيف الوزير رئيس مجلس اداره شركه استادات والعضو المنتدب.